السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، الصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فصفات امي امنه ناجحه. كنبغي نرحب بالناس اللي انضموا ليا جداد وكنقول لهم شكرا على الثقه ديالكم، والناس اللي قدام الله يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحرشه اللي نقدروا نديروها للفطور ولا الكوتي، كتوجد معنا بسرعه. هاد الحرشه ما غادي تلقاوها لا في الزنقه ولا عند المحلبات، حرشه اللي كتجي رائعه، هشيشه كتذوب في الفم، اللي تقدري تاكليها بلا ما تدوزيها لا باتاي ولا بقهوه، كتجي غزاله. نتعرفوا ان شاء الله على الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. غادي نعطيكم المقادير هنايا بالكاس وبالغرام. عندي في هاد الساشيه 500 غرام، يعني نص كيلو ديال السميده ديال الحرشه. عبرتها معكم بالكاس، كتاخد ليا 4 ديال الكيسان، يعني الا ما كانش عندكم نص كيلو معبور غادي تاخذوا 4 ديال الكيسان ديال السميده. غادي نضيف ليهم واحد المعلقه عامره ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليهم نص كاس ديال الزيت، والعبار كيف ما كنقول لكم دائما بقياس كاس العنبه. غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف حتى بالقرا. غادي نضيف لهم واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، ونزيد لهم الخماره ديال الحلوه. عندي هاد الساشيه فيها 15 غرام، يعني غادي نديرها كلها. كانت عندكم ديال 8 غرام غادي ديروا جوج. غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم، يعني غادي نبسبس هاد السميده مع هاد الزيت مع هاد الخميره، يعني الغرض هو ان تبسبس مزيان هاد السميده وتلبس كلها بديك الزيت. وهادي ديما كنقولها لكم، يعني كاع في الحرشات اللي حضرت معكم، ضروري هاد العمليه ديال ان الحرشه تلبس بالزيت، السميده تلبس بالزيت مزيان، خطوه مهمه باش كتجي معنا ديك الحرشه اللي مهويه وفتيه وهشيشه. هنا غادي نضيفوا ليها واحد القشور ديال البرتقاله كيف ما كتشوفوا للتنسيم. انا هنايا درت القشور ديال البرتقاله ودرت عصير ديال البرتقال كاس كله. هاد العصير ومع هاد القشور كيعطيونا واحد المذاق رائع لهاد الحرشه ديالنا. وزدت كاس ديال الماء، يعني جوج كيسان، كاس ديال العصير ديال البرتقال وكاس ديال الماء. هادو هما، يعني هذا هو القياس اللي غادي نحتاج باش نروي هاد الحرشه ديالي. كيف ما كتشوفوا الخليط اللي حصلنا عليه نوعا ما خفيف، غادي نخليوه على جنب، ما غاديش نخليوه واحد الوقت ولا غير بما بريباريت المقله ديالي. كيف ما كتشوفوها دهنتها مزيان بالزبده، خصوصا الا كانت عندكم المقله كتلصق كيف ما انا، حاولوا تدهنوها مزيان بالزبده باش ما تلصقش معكم الحرشه. غادي نضيف ليهم، نضيف لهاد الحرشه كيف ما عفوا نضيف ليها السميده لديك المقله، نحاول نلبسها حتى هي بالسميده هكا. وهانتوما كتشوفوا القوام ديال الحرشه ديالنا كيفاش رجع، يعني غير داك الوقت اللي وجدت المقله راه الحرشه كتشرب وكتصبح على هذا الشكل. هذا كنحاول نخلق منها هذا الشكل الدائري ونرش هكا بالسميده صافي، ونحطها في المقله ديالي ونبدا كنبسط فيها. طريقه اللي سهله وبسيطه، وكيف ما قلت لكم اللي زربان ولا في الصباح ولا في الكوتي، يعني الحل السريع بسرعه كتوجد معنا هاد الحريشه، وكتجي لذيذه بهاد العصير اللي ديال الليمون وديك يعني القشور ديال الليمون، كيجيو رائعين، يعني كيعطيوها واحد المذاق غزال بزاف بزاف. هانتوما كتشوفوا كيفاش حتى بسطت هاد الحرشه ديالي على هذا الشكل، يعني كنحاول ناخذ بيد الجنب ويد كنبسط به هكا، ومن بعد كندوز على الحرشه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، باش ما كيبقاوش هذوك الاصابع ديالي مصورين في الحرشه. وغادي ناخذ هكا واحد يعني معلقه ولا هكا اللي كانت عندكم، وحاولوا هكا يعني تستويبوا هذاك يعني تتقدوا به هذيك الجناب، يعني استويوا به هذيك الجناب هكا باش كيجي الشكل دائري ديال الحرشه.
وغادي نديرها على نار ما تكونش عالية بزاف وما تكونش يعني قليلة، يعني شيئا ما فوق المتوسط الحرشة، تعطيوها العافية اللي ما تكونش قليلة بزاف باش كتطلع معانا الحرشة كيف ما كتشوفوا. كنبقى كندورها هكا، وإلا شفتوها على الشكل دارت هاد البويقات بحال هاد الشكل هذا، غادي تشدوا شي تبصيل هكا وتحطوه واحد المدة ديال 5 ثواني هكاك، تحطوه فوق ديك الحرشة، ومن بعد كتحيدوا التبصيل صافي، وهذوك الفقاعات ما كيبقاوش، وكتصبح لينا الحرشة ديالنا بهذا الشكل. دابا من بعد ما طابت غادي ندوزو ان شاء الله نقلبوها حتى كتشوفوها بان نشفت من الفوق نهائيا، عاد دوزو تقلبوها، خدو شي تبصيل هكا وقلبوا الحرشة ديالكم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوها، وتحاولوا تحيدوا داك الفائض ديال السميده اللي بقى في المقلة، حاولوا تمسحوه وعاد ترجعوا الحرشة ديالكم كيف ما كتشوفوا، راه كطيب محمرة يعني صافي. وكنبقى كندور فيها كندورها هكا حتى كطيب عاوتاني على الوجه الاخر، وكنقلبوها وكتكون هكا طابت، كتجي محمرة وكتجي رائعة كيف ما شفتوا معايا. طريقة اللي سهلة بزاف بزاف، وكتجي واحد الحرشة غزالة تستحق انها تجرب. يعني الا قلت لكم راه مذاق ديالها غزال والشكل ديالها رائع. المهم نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي في التعاليق كيف جاتكم، وطبعا غادي نخلي لكم الروابط ديال الحرشات اللي ديجا حضرت معكم وكان يعني نالوا الاعجاب ديال بزاف ديال المتتبعات واللي صدقات معهم الحرشة، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم حتى الرابط ديال املو الا بغيتو تدهنو هكا باملو، ديروها باملو كيف ما درتها انا، كتجي لذيذة وكتجي غزالة. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر بمشيئة الله. تبقوا على خير، مع السلامة، وتهلاو ليا فراسكم، باي باي.